المشاهدون في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله من الفضائية التالية نقدم لحضراتكم عرض السابع الرئيسي لهذا المساء أنهى المشاركون في أعمال الورشة التدريبية التي نظمتها وزارة المالية والميزانية بهدف تقوية قدرات عمال الإدارات الفرعية للخزينة والمحاسبة العامة ونظم تحديث قطاع المالية العامة المناسبة رأسها المدير العام للخزينة والمحاسبة تقرير محمد حسن آدم خلال خمس أيام من مداولات فعاليات الورشة التدريبية التي نظمتها وزارة المالية والميزانية بالتعاون مع برنامج دعم الإدارة الرشيدة التابع للاتحاد الأوروبي وذلك بهدف تقوية قدرات أمال الإدارات الفرعية للخزينة والمحاسبة العامة حول فنون المحاسبة الوطنية ونظام تحديث قطاع المالية العامة حيث سمحت للمشاركين اكتساب خبرات ومعارف جديدة تمكنهم لأداء مهامهم على أكمل وجه كما انبثقت أعمال الورشة توصيات على الحكومة وشركاء التنمية لا سيما الاتحاد الأوروبي بتكثيف الورش وتنظيم دورات تدريبية فضلا عن تزويد الإدارات بالمعدات اللازمة للعمل ممثل برنامج دعم الإدارة الرشيدة مونغس ديسي في كلمته بهذه المناسبة أكد وقوف الاتحاد الأوروبي الدائم بجانب الحكومة التشادية لتعزيز الإدارة الرشيدة وكذا النزاهة والشفافية في تسيير المال العام مستشار المدير العام للخزينة والمحاسبة جيمين جوتيني من جهته أكد الأقز بعين الاعتبار جميع التوصيات المقدمة ورفعها إلى الجهات المعنية لمراعاة ذلك كما طلب من المشاركين التطبيق الفعلي لما تلقوه من معارف جديدة في أعمالهم المستقبلية من عجل تعزيز المبادرات الرامية إلى للخروج من الأزمة الاقتصادية والمالية الراهنة ونشير إلى أن الورشة التدريبية هذه جمعت أمال الإدارات الفرعية للخزينة والمحاسبة العامة بمختلف أقاليم البلاد